مرحبا وأهلا فيكم. ابتسم أيها جنرال، يعني المسلسل المختلف خلينا نقول بهذا الموسم يلي أصبح حديث الناس، حديث السوريين على الأقل وغير السوريين الحقيقة. هلأ يلي بدي أقوله بهذا المسلسل، طبعا طلب مني أكثر من مرة أنه أبدي رأيي، ممكن يكون كلنا عنا ملاحظات على يعني تفاصيل المسلسل، السيناريو، الإخراج إلى آخره، ولكن الحقيقة مو هذا المهم. يلي بدي أقوله أنه أي محاولة لمحاكمة المسلسل كتوثيق لما جرى بسوريا رح يسقط المسلسل بالضرب القاضي، وما بتوقع أنه القائمين على العمل ولا الهدف من المسلسل أنه يكون في شيء توثيق أو هو وثائق. يعني إذا بدنا نحكي عن تفاصيل الأحداث، تسلسل الزمني، علاقات الشخصيات ببعضها، على سبيل المثال يعني علاقة بشار الأسد بماهر الأسد أبدا مانا مثل الشكل يلي تقدمت فيه بالمسلسل، مانا مثل علاقة فرات بعاصي. حتى أنا والله يعني حاسس أنه المسلسل عم يحاول يبرئ ساحة فرات نوعا ما ويحط كل الذنب على عاصي، وأنه فرات بس عم يحاول يرقع من وراه. على كل مو هذا المهم، في الشيء اللي لازم نهتم فيه أنه فعلا هو يمثل حكم عائلة لجمهورية قائمة، وهذا مهم، أنه هذه العائلة يمكن أن تفعل كل ما يمكن فعله، تجاوز القانون، تجاوز الأخلاق، تجاوز الإنسانية، أن تفعل كل شيء للحفاظ على هذا الحكم. وقال يعني مبارح بالحلقة يمكن التاسعة قال عاصي حرفيا أنه بيعتبر الحكم إرث، وفعلا هذا صحيح بسوريا أنه إرث يجب الحفاظ عليه. بتوقع نحن لازم نركز على هالنقطة. هلأ بكل الأحوال المهم في هذا المسلسل أنا برأيي في نقطة، أول نقطة أنه هذا أول مسلسل بتوقع بتاريخ سوريا وربما في تاريخ المنطقة يلي بيطال مقام الرئاسي. سابقا بكل المسلسلات يلي أخذت ضجة وتابع السوريين بسوريا وغير سوريا، ما في طبعا مسلسلات أو أفلام انعملت عن رؤساء سابقين، ولكن ليس في إطار النقد. هذا المسلسل هو المسلسل الأول حسب ذاكرتي يلي بيطالب النقد مقام الرئاسي في بلد ما، في بلد في المنطقة. طبعا نحن كسوريين عم نحكي عن سوريا، ولكن هي المرة الأولى أنا برأيي، وهذا مهم جدا الحقيقة أنه فينا نقول هذا إنجاز، إنجاز مهم مو بس لصناع المسلسل والمشاركين فيه، لا للشعب السوري أيضا وكل الشعوب اللي عانت خلال العشر سنوات الماضية لتحدث تغيير في المنطقة. فهذا أحد أوجه التغيير. والحقيقة هذا المسلسل مرة تانية صحيح يعني هو يحاكي ما جرى في سوريا، ولكن بدي أرجع نبه أنه هو أول مسلسل في تاريخ المنطقة يلي يتناول مقام الحاكم بالنقد. وأنا برأيي لازم نتمسك بهذا الإنجاز، لأن يمكن ما تصدقوا أنا وجهة نظري أنه المكسب الأساسي لما حدث، يعني دفعنا ثمن كبير نحن، ومكسبنا الأساسي أنه نسقط القداسة عن مقام الرئيس أو الحاكم أو القائد أو الزعيم. لأن نحن فعلا إذا أسقطنا القداسة عنه بتوقع باقي الأمور كلها رح تنحل. فهذا المسلسل تناول مقام الرئاسة بالنقد من خلال الدراما، طبعا كانت الصحافة هي كفت وفت خلال السنوات الماضية ولازم نستمر. هذا الموضوع جدا هام، هو أساس أو أحد الأسس لحل مشاكل الشعوب في المنطقة، بأنه نحول الرئيس من مقدس إلى موظف يشغل منصب خاضع للمراقبة والتقويم والمحاسبة أيضا. يعني يمكن قبل سنوات طويلة وقت كنا نشوف مسلسل House of Cards الشهير يلي بتناول يعني كواليس الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما كنا نتخيل أنه ممكن يصير هيك مسلسل. طبعا أنا ما بقارن، في فرق الإنتاج الدرامي عموما بالمنطقة، ما فينا نقارنه بالإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عنا إنتاجنا الدرامي يعني مسلسلات وأفلام هي بمستوى آخر، ولكن عم نحكي على الموضوع ما كنا منتوقع أنه نشوف شيء مشابه في منطقتنا في سوريا يتناول أيضا الحكم وينتقد الحاكم. طبعا كل حالة مانا هي مانا شبيهة، ولكن عم بحكي من حيث المبدأ. هلأ لا شك أنه شخصية الحاكم الجبار الذي يمتلك كل شيء هو يحاول يعني الدراما من جهة أخرى ترسيخه في العقل السوري بشكل أو بآخر من خلال أعمال يلي بيقولوا عليها بيئة شامية أو
أعمال التاريخية يلي تظهر هذا الإنسان الجبار الذي يمكن أن يفعل كل شيء ليحافظ على الزعامة وعلى القيادة أو النفوذ والثروة. هلا يعني هو صارت كثير بالمواسم الماضية، مواسم رمضانية، ولكن بهالموسم الحقيقة أنا على الأقل أبشوفها بمسلسلين. الأول يلي هو زقاق الجن بشخصية أيمن زيدان، وبالعربجي بشخصية سلوم حداد، هذا الشخص المتجبر القاسي القلب يلي ما بتوانى عن فعل أي شيء لحتى مثل ما قلت يحافظ على الثروة والنفوذ. فإذا هذه الشخصية موجودة في يعني في مجتمعاتنا، في عقليتنا، هي موجودة في أشكال الحكم يلي حتى لو كانت جمهورية هي تدار كأنه ملكيات، هذا الموضوع موجود. المشكلة أنه اليوم الحاكم، يعني الفرق بين الحاكم الملكي أو يحاول أن يحكم كملك في هذا العصر، صار الحفاظ على الحكم بالنسبة له أصعب، لأن شهد العالم أنماط أخرى من الحكم يلي هو الدولة، تداول السلطة، السلطة التمثيلية. فإذا بدي حافظ على هذا النمط القديم، يعني للأمانة أنا بقولكم الحكم الملكي، الحكم الفردي، يجب أن يكون يشبه ما نراه ب يعني مسلسل ابتسم أيها الجنرال. كل الأحكام، يعني كل حاكم ملكي، كل ملك، كل سلطان عم نحكي عبر التاريخ يريد أن يحافظ على حكمه يجب أن يكون قاسي وأحيانا متوحش، وبنعرف نحن قصص كثير عبر التاريخ لضرورة الحفاظ على الملك وعلى التاج. ولكن الفرق أنه نحن بهالعصر انتهينا من، المفروض نكون انتهينا من هالمرحلة. هلا يلي يصر أنه يحكم بهذه الطريقة، إن كان مسمى ملك أو أي جمهورية، ديكتاتور أو رئيس جمهورية وراثية، فهو يضطر لممارسة مزيد من القسوة ومزيد من الوحشية ليحافظ على شكل من أشكال الحكم القديم في عالم جديد. إذن هذا أول هام، أنه وضع مقام الرئاسة مو بس بسوريا، في المنطقة على فكرة، بدائرة النقد، وهذا إنجاز يحسب لصناع المسلسل ولكل الشعوب التي ساهمت في أن نصل إلى هذا المستوى من النقد. تاني هام مثل ما بيقولوا، أنه الحقيقة أثناء عرض المسلسل أنا لاحظت ظاهرة، يعني ما هي مانا غريبة بس ما كانت خاطرت لي، أنه بلش السوريين في يعني سلسلة أو بسيل من البوح ما كان متوقع. يعني صار الناس كلها تستعيد الذاكرة لأحداث مرت معها مرتبطة، يعني كل واحد بحسب موقعه، إما في الرئيس أو يعني أقارب الرئيس، الحلقات الضيقة أو الحلقات الواسعة، وبلشوا هالناس ينشروا هذا الموضوع على السوشيال ميديا. الحقيقة مو بس على السوشيال ميديا، بلشوا الناس على السوشيال ميديا نشر يلي هو خارج البلد. هلأ أنا بأكد لكم داخل البلد بلشوا الناس يرجعوا يستذكروا هالأيام من عام 1970 ونحن جايين، كل واحد إلا عنده قصة متصلة بهذه الحلقات وتشبه الممارسات يلي عم نشوفها بالمسلسل. حتى أنا بلشت يعني تواصلت مع بعض الأصدقاء وبلشنا نحكي بالموضوع. في أصدقاء كتير ما كانوا يعني متواصلين معي صلهم فترة، رجعوا تواصلوا معي وبعثوا لي رسائل يعني صوتية، وأحيانا اتصلنا وحكينا لحتى نستذكر كيف مرت علينا هالعقود الطويلة من خلال حكم هذه العائلة. حتى في يعني متابعين إلي بعثوا لي أيضا رسائل نصية ورسائل صوتية لحتى يفضفضوا، لحتى يقولوا أنه أي فعلا يعني بشكل أو بآخر عم نحكي على الممارسات، على العقلية، أنه هكذا كانت تدار الدولة السورية، وما في إنسان تقريبا بتوقع غير ما أنه متأذي ومتألم من حادثة أو أكثر عبر تاريخ العائلة الحاكمة، عائلة الأسد في سوريا. والحقيقة أيضا هذا مهم، لأن احنا المعاناة اللي عانيناها المر علينا خلال 10 سنوات الماضية بلشت خلينا نعمل مقارنات ربما تكون خاطئة، بلشت أنه في بعض الذكريات نحاول نطوية أو نوجد مبررات لأعمال ما لازم نوجد لها مبررات، أو أحداث ما لازم نوجد لها مبررات على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام. أجا هذا المسلسل لحتى ينعش ذاكرة السوريين، لحتى يقلن هيك كان الحكم، هيك كان الوضع دائما، موضوع لا يتعلق بآخر 10 سنوات، هذه العائلة حكمت سوريا بهذه الطريقة، وأن ما حصل كان يجب أن يحصل، وأن الثمن الكبير يلي دفعناه كان لازم لحتى نتخلص من هذه الحقبة السوداء. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.